وكلامنا هيكون مع رئيس قطاع الكشافين في نادي هانينفين الهولندي بيتر ماس. وبالمناسبه هولندا واحده من اقوى الدول، وعلى مستوى انديتها الحقيقه بتقدم عدد كبير جدا من نجوم الكره لكل الدول الاوروبيه وتحديدا كمان للخمس دوريات الكبرى. خلينا نرحب ببيتر ماس معانا في السادسه على شاشه الاهلي. طبعا بشكرك على وجودك معانا وظهورك معانا في السادسه. Thank you. شكرا شكرا جزيلا لكم. بداية خليني أتكلم على دورك كرئيس قطاع للكشافين. أهم الأدوات اللي بتحكم عملك، المتغيرات اللي حصلت على صناعة كرة القدم واقتصاديات كرة القدم في السنوات الأخيرة من وجهة نظرك. أوكي. Thank you. السلام عليكم. شكرا لكم. السلام عليكم. حسنا، مرحلة الكشف مرحلة مهمة جدا، بداية من الكشف عن طريق الفيديو والكشف عن طريق الملعب المباريات. فأعتقد أن هذه الأمور يجب أن تكون مجموعة معا، ليس فقط في منطقة معينة، لكن لدينا أيضا في اسكندنافيا وأيضا في جميع مناطق أوروبا. فأعتقد أن مرحلة الكشف في نادينا في هيرنفين هو قطاع كبير، وقطاع قد أنتج بالفعل وطور كثيرا في الكرة الهولندية وأعطى المزيد من الفرص للأندية الأكبر للاستثمار في الدوري الهولندي. بنتكلم على معدلات أعمار سنية قد إيه بتركزوا عليها في اكتشاف المواهب، وهي الأسواق اللي ممكن تقدر تقيمها على إنها غنية بمواهب، سواء أسواق في أوروبا أو في أفريقيا أو في آسيا. حسنا، نحن نقوم بالكشف على وجه التحديد في أوروبا، وأحيانا نقوم بالكشف في بعض الدول الإفريقية، ولكن يجب علينا الآن التركيز على البلاد الأوروبية المجاورة لنا، ونركز أكثر على المراحل السنية مثل 16 و17، وخصوصا المشاركين في منتخبات بلادهم في هذه المراحل السنية. نعمل عليهم ونطور من أدائهم ونجعلهم جاهزين للعب في المستوى الأول. ممكن تقولي مين أبرز اللاعبين اللي قدمتهم، مش بس كرئيس لقطاع الكشافين في نادي هانينفين الهولندي، لكن على مدار مشوارك كله أبرز الأسماء اللي بقوا نجوم دلوقتي في ساحة كرة القدم العالمية؟ حسنا، في هيرنفين اكتشفنا عموما على في النادي اكتشفنا فان نيستلروي وساماراس مهاجم منتخب اليونان ومانشستر سيتي، ولكن بالنسبه لي على المستوى الشخصي استطعت ان استكشف اللاعب الي، هو الان يلعب في الدوري الهولندي، وايضا بنجامين ديمفريس هو الان يلعب في انتر ميلان في إيطاليا، واستطعت أن أكتشفه من أندية صغيرة، والآن هو يلعب في دوري كبير، وكان هذا قبل أن أنتقل إلى NAC بريدا. استطعت أن أكتشف بنجامين، والآن هو انتقل أخيرا ب 12 مليون يورو، كانت هذه عملية كشفية كبيرة لي. وايضا ايفان ايليتش اكتشفته وهو عنده 16 عاما، والان يلعب في هيلاس فيرونا ايضا في الدوري الايطالي. وايضا بالعوده لهيرنفين لدينا الان استطعنا ان نكتشف فيليبس ديفانوفيتش، وايضا نيكولاس ماتسن من ميتشلاند الدنماركي، وايضا لاعبين من فاينرد روتردام، وايضا اللاعب خط الدفاع من ادو دن هاج الهولندي.
فاستطعنا الكشف عن معلوماتي بتقول انه حكيم زياش نجم الكره المغربيه وطبعا اياكس امستردام السابق وتشيلسي الحالي كان برضو من اكتشافات قطاع الكشافين في نادي هيرين فين. نعم حكيم عندنا يلعب في هيرين فين منذ ان كان في سن صغيره منذ ان كان في اكاديميه الفريق والاكاديميه تعمل على تطوير اللاعبين الصغار في هذا السن وايضا انتقل بعد ذلك وهو عنده 17 او 18 الى الفريق الاول واصبح لاعبا اساسيا هو كان يؤدي باداء جيدا بعد مجرد وجوده بعام او عامين في الفريق الاول وانتقل بعدها لتفنتي ثم اياكس ثم لتشيلسي هو شخصية جيدة ولديه أسلوب محبب جدا هو لاعب دولي في منتخب المغرب هو الآن خارج الفريق نظرا للمستويات الأخيرة لكن أعتقد أنه يجب أن يكون مع منتخب المغرب. خليني أكلمك على التجربة الهولندية تحديدا لأن أنا بشوف الحقيقة هولندا والأندية الهولندية بشكل عام عندها قدرة كبيرة جدا على اكتشاف المواهب وتقديمها يعني بعتقد انه سوق الهولندي والانديه الهولنديه قدمت لاكبر الانديه الاوروبيه على مدار ال 20 او 30 سنه الاخيره عدد كبير جدا من النجوم، ايه سر تميز هولندا تحديدا او الانديه الهولنديه في اكتشاف المواهب؟ حسنا لن اقول كل الاسرار ولكن نحن مشهورين بهذا بالفعل الهولنديين عموما عندهم التزام وعندهم ميزة خاصة بهذا الأمر لديهم تركيز على اللاعبين المميزين والواعدين لدينا شبكة كبيرة وليس فقط عن طريق الفيديو نأخذ من الداتا الخاصة باللاعب المميزات وتحليلات الخاصة بنا خصوصا مع اللاعب في على أرضية الملعب خارج الملعب عقلية اللاعب وأعتقد أن العقلية هي 50% من شخصية اللاعب ليس فقط المهارة فبالتالي هذا كل ما استطيع ان اقوله لك خليني اخذ رايك وتقييمك لاكاديميات الانديه الكبيره اللي بقت منتشره في معظم انحاء العالم ومنها كتير الحقيقه موجود في بعض الدول الافريقيه، هل بتشوف انه الاكاديميات دي ليها دور حقيقي او بتقوم بدور حقيقي في اكتشاف المواهب ولا الغرض منها دعايه وناحيه اقتصاديه مش اكتر ولا اقل؟ حسنا أعتقد أن الأمر سياسي أكثر منه رياضي أعتقد أن هذه الأكاديميات خاصة ببعض الوكالات الخاصة بالكشف عن اللاعبين وليس أكثر الأندية خاصة أكثر بجني المزيد من الأموال وليس اكتشاف المواهب أعتقد أن أفريقيا لديها لاعبين جيدين جدا 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 أعتقد أن يجب أن يقوموا بوضع هؤلاء اللاعبين على الخطوة الصحيحة أكثر وهذا أهم من جني الأموال فأعتقد أن ما على الأندية الآن هو تطوير هؤلاء اللاعبين تطوير مستوياتهم فبالتالي بتطوير هؤلاء اللاعبين سيأتي المال تباعا وليس فقط التفكير في المال فأعتقد أن هذه الأكاديميات تولي اهتماما أكبر بالمال وأعتقد أن الأندية تعطي الأمر في يد وكلاء الأعمال أكثر من الكشافين بيتر ماس خليني أكلمك عن نجم مصري محمد صلاح ونجاحه الكبير جدا في أنه يبقى واحد من أهم الأسماء في عالم كرة القدم على مستوى العالم رفع سقف وطموحات الشباب المصري واللاعبين المصريين اللي لسه في بداية مشوارهم ايه النصيحة اللي ممكن توجهها لهم وهم لسه بيبتدوا مشوارهم في كرة القدم عشان يحققوا نجاح بنفس المستوى اللي ظهر بيه او اللي وصل ليه محمد صلاح اعتقد ان في البداية اعتقد ان الامر يعتمد على لاعبين كمحمد صلاح نفسه
فالعقلية الاحترافية كلاعب وكإنسان هذا كل ما يدور حوله الأمر. فالأمر يرتكز على الشخص نفسه. أعتقد أن محمد صلاح بدأ في بازل وبدأ في الدوري السويسري، فأعتقد أن هذه خطوة جيدة للاعب الناشئ ليكون لديه رؤية أوسع للكرة الأوروبية، يأخذ الأمر خطوة بخطوة. وأعتقد أنه سيكون لديه فرصة وحيدة لتطوير نفسه عن طريق هذه الدوريات، يطور مهاراته ويطور، ولكن العقلية هي التي تصنع الفارق. بيتر ماس رئيس قطاع الكشافين في نادي هيرن فين الهولندي، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا على شاشة الأهلي. ويهمني الحقيقة أخذ من كلامه المهم جدا أو الأهم فيما قال، يعني هو كلمة العقلية اللي بتمثل أكتر من 50% من قدرة